السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي روتين جديد. اول حاجه ناخذ ثانيه من وقتي ووقتكم وصلوا فيها على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله يا ربي الناس كلها تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. ان شاء الله نسمع عليكم كان الاخبار الطيبه، ان شاء الله اهلكم واحبابكم وعائلاتكم واصحابكم والعزيز عليكم الكل يكونوا بخير وفي صحه جيده. كيف ما تشوفوا اليوم رجعت لكم في روتين جديد، كيف ما نقولوا بالدارجة التونسية، رجعت حليمة لعادتها القديمة. رجعنا للتنظيف كالعادة ورجعنا للتطيب كالعادة، معزك يا شهر رمضان كيف ما نقولوا. اليوم إن شاء الله كيف ما تشوفوا مع بعضنا باش نتشجعوا باش ننظف البلكون باش نبدل لها الديكور شوية. بما أنه الدنيا سخنت قررنا أنه باش نعملوا فطور الصباح فطور نص نهار لهنا باش ننظف البلكون بالطبيعة باش نسيقها وباش نرجع لها الزربيه نتاعها نفرشها وباش نحط فيها الطاوله الصغيره كانت تذكروا اللي كانت في التراس قبل ما نبدل له الديكور نتاعو. فما طاوله صغيره هكا كاري كانت في التراس هذيك باش نهبطها نحطها لهنا في البلكون. هاني نستغلها ما تبقاليش مسكره الفوق وما تبقاليش يعني معبيه السباس كيكه خاطر محطوطه في الكوزينه الفوقانيه. حبيت نهبطها لهنا هاكا حاجه حاجتين في حاجه كيف ما نقول نضرب عصفورين بحجره. منشيره ما تبقاليش مسكره الطاوله منشيره نستغلها في حاجه. باش نتشجعوا بالطبيعه مع بعضنا. نقصوا شويه من البخل خاطر بالحق في رمضان الواحد يسهر للصباح ويصبح راقد، على الاقل توا الواحد يرجع للروتين نتاعو العادي. وديجا الدنيا سخنت هي توا ماذا به الواحد يقضي قضياته ويكمل اموره كلها على الصباح ويعمل قيلوله بيه هكا باش يبدا ناشط في العشيه وفي الليل. نخليكم مع الفيديو. بالطبيعة باش نسيق كيف ما قلت لكم خاطر بارتير باش نحط جافيل في الماء جوست جافيل كهو الحقيقة. ما تستحقش برشا برودويات خاطر هي ديجا نظيفة ديجا مفروشة ما فيهاش حتى شيء جوست هانو شوية غبرة وكهو. كيف ما شفتو باش نعاود نصب عليها الماء هذيك نمصمصها بالكدا ومن بعد باش نشيحها باش نمسحها بالكدا نشيحها وباش نفرش فيها الزربية بالطبيعة. كما شفتوا تو بعد ما نشفتها بالكتال البلكون نشفته بالكتال باش نفرش تو الزربيه هذيك وباش نجيب الطاوله نحطها باش نرجع يعني نرجع كل شيء لبلاصتو هذيك كيفاش نقولوا نحنا حاطه فيهم البطاطا والبصل باش نجيب البيدون نتاع الماء زاده بالطبيعه نرجعوا لبلاصتو. ولهنا هذه هي الطاوله اللي قلت لكم عليها كانت في التراس كان شفتها قبل كانت تذكروها هاكا على الاقل نستغلها لهنا في البلكونه هذيا. ومام طو عندي راجلي الحقيقه يتكيف الدخان عندهم لهنا في تركيا عادات يعني قدام الوالدين ما تنجمش تكيف الدخان عيب يعني. ديجا باباه ديما قاعد معاه يعني في التراس هاكا يولي يهرب اللوطه البلكونه اللوطانيه يتكيف غاديك. وليت حطيت الطاوله هذيا ومنشيره باش نستغلها ناكلوا عليها ومنشيره هو يقعد ياخذ راحته من غير ما يبقى واقف. كيف ما شفتوا هذه تو بعد ما حليتها الطاوله باش نحط لها الكراسي نتاعها بالطبيعه. هذا هي الشكل النهائي متاع البلكون كيف ما شفتوا. ولهنا باش نتعدى بالطبيعه باش نحضر الفطور. لهنا عندي شويه كبده وقلب هكا طيبتهم في الماء وملح وفلفل اكحل وكركم طيبتهم بالقدا وقصيتهم طروف صغيرين وفرمت بصله كبيره وراستهم كيف ما تشوفوا
وصبيت زيت الصحفة روز بعد ما غسلته بالطبيعة. لهنا حطيت مغرفة هريسة عربي ومغرفة ونص صغيرة طماطم معجونة كيف ما شفتوا، وباش نصب شوية زيت هكا يعني المقدار اللي تحب عليه، باش خلطهم هذوما بالكدا كيف ما شفتوا. الحقيقة هذه الطريقة متاعي، وانا طريقتي بالحق تعجبني، هي راهي كيفاش نقولوا نحن الكوجينة راهي ماهيش علم رياضيات يعني واحد مع واحد يساوي اثنين، لا الكوجينة راهي فن، وكل واحد يتفنن حسب اللي يعرفه هو، وبالطبيعة كل واحد الروسات اللي عنده تعجبه، وبلكش يعني شاركها مع العباد وبلكش تعجب العباد، هذيك هي المقصود يعني. كيف ما شفتوا حطيت الفلفل الأكحل، حطيت الفلفل الأحمر، وحطيت التابل والكروية، وتو باش نحط مغرفتين كبار نعناع الشايح. لهنا الوصفه هذه تحب برشا نعناع الشايح خاطر يفوح برشا يعني يبنن برشا العصبان التونسي. ولهنا عندي شويه معدنوس وشويه سلك، ما حبيتش نكثر منه خاطر ديجا كعبات العصبان باش نعملهم صغيرين، ما نحبش نعبيهم برشا يعني باش نحط فيهم دوب دوب، خاطر كي يبدو يطيبوا في وسط الصوص يتنفخوا بطبيعتهم يعني يتنفخوا باش الرز هذاك يطيب كعبه كعبه وما يعجنش في وسطهم. لهنا كيف ما تشوفوا هذا الخليط حاضر، ولهنا عندي هذوما مصارن نتاع بقري والكرشه نتاع علوش، بالطبيعه جوني ما عندي جزار نضافهم ولا محاله، اما زدت عودت نظفتهم بالكدا باش تنحى منهم هاك الريحه، وكل الريحه نحيتها بالخل، غسلتهم بالخل الابيض بالكدا بالكدا باش تنحك الريحه هذيك ما تبقاش فيهم الريحه. انتم بالطبيعه تنجموا تنظفوا بالطريقه اللي تحبوا عليها، انا حبيت نشارك معكم طريقتي، ان شاء الله بقدره ربي مره اخرى باش نوريكم كيفاش ننظفها الكرشه هذيك، باش كيفاش ننظفها يعني تجيني عاديه وانا باش ننظفها. لهنا كيف ما تشوفوا البستقون وقصيتهم هذوكم الكرشه، قصيتها طريفات صغيرين كيف ما تشوفوا، باش نخيطها بالخيط قبل ونخليها يعني نخيطها ونحضرها، وبعد جوست باش نعبيها ونسكرها كهو كيف ما تشوفوا. يعني هذه الطريقه التقليديه متاعنا في تونس. وعلى فكره فما ولايات لهنا في تركيا يعملوا نفس الطريقه متاعنا هذيا، يعملوا الكرشة هكا، وهم يسموها دولمة خاطر في تركيا يعني كيفاش نقولوا نحن الدولمة اللي هي يعني حاجات محشية، الكرشة تبدا محشية هم يقولوا، نحن نسموه عصبان يعني، هي نفس الحكاية جوست شوية في الاختلاف في كيفاش نقولوا نحن في الفحات. كيف ما شفتوا بعد ما خيطتهم هذوكم تو باش نبدا نعبي الخليط نتاعي هذاك في الكرشة كيف ما شفتوا، نحاول اني ما نعبيهاش برشا خاطر انا الحقيقة ما نحبهاش معبية برشا كيف ما شفتوا بالطريقة هذيا، نخلي فيها شوية فضاء خاطر هي باش بطبيعتها باش تنفخ في وسط الصوص باش الرز متاعنا هذاك ما يعجنناش في وسطها. والسلق والمعدنوس شنو هو المقصود كي نحطوهم عنو شوية خضرة، وبالطبيعة باش يطيب في وسطهم هكا الرز هذاك، خاطر كي يبدا الرز وحده ما يطيبناش يبقى كاسح ويعجن كيف ما شفتوا. نسكرها هذيا كيف ما شفتوا، وباش نكمل بقية الكعبات الاخرين بالطبيعة كيف ما قلت لكم مستنسين بطبيعتنا، كلنا ما شاء الله علينا كلنا حراير وكلنا نعرفوا نعمل العصبان. هذوما كعبات الكرشة كيف ما شفتوا، يعني عبيتهم في صاشيات يعني عملت الكمية باهية، عبيتهم في صاشيات كيف ما تشوفوا، هذوما كلهم باش نحطهم يعني في الكونجيلاتور جيست باش نخلي صاشي واحدة باش نطيبها، يعني باش نوريكم الطريقة متاع تطيب كسكسي بالعصبين يعني على طريقتي، وبالطبيعه نتوما يرجع لكم الاختيار تحبوا تتبعوا الطريقه هذه، انا جوست حبيت نشارك معاكم طريقتي خاطر انا الحقيقه نطيب بالطريقه هذه الكسكسي بالعصبين يجيني بنين برشا، حبيت نشارك معاكم الطريقه بالكش تعجبكم بالكش تعتمدوها مره اخرى. هذوما كيف ما شفتوا احنا ديجا كيف ما ديما نقول لكم رانا مانيش برشا في العيله ثلاثه من الناس، هاكا قسمتهم شويه شويه في الصاشيات يعني حاجه مش هي العصبان. كيف ما شفتوا هو بطبيعه حاجه مش هي، وهكا تبدا حاجه حاضره يعني حط في الكونجيلاتور وقت اللي تبدا حاجتك اجبد يعني كيفاش نقولوا نحنا تبدا حاجه حاضره اسهل لك يعني تبدا حاجه براتيك. كيف ما شفتوا قسمتهم شويه شويه هكا في الصاشيات، هاكا وقت اللي يبدا حاشي نجيب داك الصاشي ونطيب منه. لهنا باش نوريكم طريقتي انا كيفاش نطيب كسكسي بالعصبان، لهنا خديت هكا راس بصل كبير كيف ما شفتوا قصيته هكا بيدي، وخديت كعبه اخرى زاده
كيف ما شفتوا انتم الكميه ترجع لكم بالطبيعه. انا الحقيقه نحب برشا البصل في الماكله، نصب شويه زيت نباتي هكا، وباش نحط الفحات بالطبيعه في البارد كيف العاده كيما تعودتوا بيا. حطيت طماطم معجونه، شويه ملح، هنا شويه فلفل اكحل، وشويه فلفل زينه بالطبيعه، زوز مغارف صغيرين يعني تقريبا نص مغرفه كبيره، وشويه فلفل مهروش بالطبيعه، والتابل والكرويه اللي ما نستغنوش عليه ديما. ولهنا بالطبيعه شويه كركم كيف ما تشوفوا، هذوما باش نقليهم مع بعضهم كيف ما تشوفوا. بالطبيعه ديما على شيره عنا الماء يسخن، حطيت زاد الحمص كيف ما تشوفوا، باش نخلطهم هذوما، نقليهم شويه جوست يذبل البصل هذاك جوست يذبل. وبالطبيعه الماء سخون كيف ما قلت لكم، ديما ماذا فينا الماء سخون باش نبنى. نقليهم هذوما شويه، ولهنا كيف ما تشوفوا باش نصب كميه الماء اللي حاجتي بها. انا الحقيقه صبيت لهنا تقريبا ايترتين ماء، باش نحركهم هذوما ونخلي الصوص هذيك تغلي على روحها. لهنا كيف ما تشوفوا حطيت رطل الكسكسي جويد، لهنا كيف ما تشوفوا صبيت عليه شويه هكا زيت نباتي وشويه ملح، خاطر تعرفوا الكسكسي الحاضر يبدا مسوس ماهوش مالح، باش نبصصهم هذوما بالكدا كيف ما تشوفوا. نبصصهم هذوما بالكدا بالزيت والملح، وبالطبيعه كيف العاده كاين باش نكسوهم، باش نجيب مغرف هكا نغرف الماء السخون، عندي ماء سخون نغرف بالماء السخون ونرش بشويه هكا ونحرك، عباره كاني نكسكس فيه، عباره نعمل في كسكسي فريش كيف ما شفتوا. هذا بعد ما كسكستوا كل شيء، لهنا ناخذ بابيه نصب فيها الزيت ونشد الكسكاس هكا وندهنه بالزيت النباتي كيف ما تشوفوا من داخل ومن برا. علاش؟ خاطر الكسكسي جويد بالكش تبدا النقب نتاع الكسكاس كبيره يتيح لنا منها الكسكسي هذاك كله، كيف ندهنوا هكا بالزيت الكسكسي نتاعنا ما يتيحلناش يعني ما يهبطش من القب هذوكم. نصب تو الكسكسي نتاعي هكا كيف الكسكاس، وباش نحطو يفور فوق الصوص هذيك. كما شفتوا بالطبيعه العصبان نتاعي ما حطيته في المقفول، حطيت وقت لي الغلاس صوص نتاعنا، حطيت العصبان يطيب بالطبيعه يعني قبل ما نخلط الكسكسي وكل شيء. سامحوني نسخايل الفيديو صورته وما طلع ما تصورش العصبان يعني تحت الكسكسي في يعني في المقفول يطيب، وهذاك الكسكسي حطيته يفور بالطبيعه. باش نخليه الكسكسي هذايا انا بطبيعتي الكسكسي الحاضر ما نخليهش يفور برشا. كيف ما تشوفوا لهنا حطيت زاد البطاطا، من بعد وقت بدا الكسكسي يفور حطيت البطاطا. لهنا بعد ما طابت البطاطا هذيك وطاب لي ديجا الصوص يتسمى طاب لي، حطيت قرون فلفل في الاخر هذوكم باش نخليه يغلي مده درج من زمان كيف ما تشوفوا. لهنا في الوقت هذايا كل شيء طايب يعني، باش نطفي عليه. وتوا هذايا الكسكسي نتاعي بعد ما طاب كيف ما شفتوا باش نحركو هكا. باش نحركوه بالكدا خاطر تفور وكل شيء، باش نحركوه نتفادوا انه يبدا فيه كعابر ولا حاجه، تجي حطينا فيه الزيت نحنا من قبل ما يتكعبرش. تو باش نحط لهنا الكسكسي نتاعي وباش نخلطو بالصوص جوست صوص اكاهاو. لهنا كيف ما تشوفوا هذه الصوص نتاعي تبدا ماهيش خاثره وماهيش جاريه في نفس الوقت كيف ما شفتوا. باش نحطو فوق الكسكسي الصوص هذيك باش نبسس به الكسكسي يعني خلط بالصوص.
الحقيقة هنا أنا هذه تجربتي، يعني هذه كيفاش نطيب طريقتي، كيفاش نطيب الكسكسي بالعصبان. إن شاء الله الطريقة تعجبكم. بالطبيعة كل واحد عنده طريقته المختلفة، وكل واحد عنده طريقته كيفاش ينجم، كيفاش يطيب، كيفاش مستنسي يطيب. بيان سور كل واحد تعجبه طريقته. أنا هذه طريقتي الحقيقة، حبيت نشاركها معاكم، إن شاء الله تعجبكم. كيف ما تشوفوا تو باش نحط لهنا في طبق التقديم، كيف ما تشوفوا ولهنا بالطبيعه باش نحط البطاطا هكا، يعني التزيين هذاك اختيار يبقى لكم ليكم انتوما. هذيك كعبه العصبان ديجا قلت لكم راني عملتهم صغيرين باش ما كيفاش نقولوا نحنا هاو يبقى لي ديما فما عصبان، هو ديجا يتاكل بالشهوه ماهوش بتاع شبعه، مش واحد ياكل باش يشبع. كيف ما تشوفوا هذه هو العصبان متاعنا، هذه في طبق التقديم، يعني هذه الشكل النهائي بتاع العصبان متاعنا. ان شاء الله الطريقة عجبتكم، ان شاء الله الفيديو استفدتوا منه، ان شاء الله يا ربي حصلت منه الفايدة وكان خفيف عليكم. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي روتين جديد وفي روسات جديدة، وفي امان الله.